بداية أبدأ مع حضرتك يا دكتور فيصل، ما هو تأثير التصعيد العسكري اللي بتقوم به إسرائيل في الجنوب اللبناني على العلاقات مع حزب الله والدولة اللبنانية؟ في البداية يعني مساء الخير لحضرتك ولضيوفك وللمشاهدين، وأيضا اسمح لي أن أتشكر جمهورية مصر العربية شعبا وحكومة وقيادة على ما تقوم به تجاه لبنان عبر تقديم المساعدات وعبر دورها السياسي والدبلوماسي في وضع حلول للخروج من هذه الحرب. نعم، اليوم الإسرائيلي على مدى 4 أيام، ونحن ندخل اليوم في اليوم الخامس، يحاول الدخول بريا إلى جنوب لبنان. حتى اللحظة هو لم يتقدم حتى أمتار قليلة. المقاومة في لبنان لا تزال قوية وقادرة ومتمكنة، هي تمتلك الأرض بقوة وثابتة في مواقعها. العدو يفشل في جميع التسللات أو المحاولات للدخول حتى إلى أمتار قليلة بعد الشريط الحدودي. إذن اليوم العدو الإسرائيلي بات في مأزق، هو العسكرية البرية التي بشر بها باتت تشكل له مأزق. أعتقد أن محاولات قليلة بعد أو أيام قليلة بعد ذلك، إذا فشلت كل المحاولات سيبحث عن حلول وسيعود إلى الوسطاء من أجل إيجاد حل للخروج من هذا المأزق. حتى أن يعني في المعلومات أن حزب الله قطر رضوان سيدتي هي أول قوة عربية مجهزة للدخول إلى فلسطين المحتلة. هي ليست قوة دفاعية، هي قوة قد جهزت إلى الدخول، وقد يباشر في أي لحظة حزب الله في الدخول إلى المستوطنات إذا تمكن أو إذا وجد الفرصة المناسبة لذلك. إذن أنا أحاول من هذه الصورة أن أعطيها، أن أعطي فكرة اليوم أن ما حصل في لبنان منذ أسبوعين حصل انهيار معنوي لهذه المنظمة لحزب الله. انهيار معنوي، وهو مختلف جدا سيدتي عن الانهيار البنيوي. اتضح أن هذه المؤسسة أو هذه المنظمة حزب الله هو ليس مبني على الثقل النوعي للقائد والزعيم، هو مبني على الثقل للمؤسسة. نعم، كما ذكر ضيفك الكريم في الاستديو، نعم قد خسر الحزب الصف الأول والصف الثاني، ولكن لا تزال القوة موجودة بكاملها. اليوم الترسانة الصاروخية موجودة، ترسانة المسيرات موجودة، القوة على الأرض منتشرة. حزب الله كان قد اعتاد إلى التحول من المركزية إلى اللامركزية العسكرية مباشرة. هذا ليس بغريب عليه أن يقوم بتفعيل اللامركزية العسكرية. هو اليوم نعم يقاتل بطريقة لامركزية عسكرية، يقاتل عبر وحدات معينة منتشرة، 4 أفراد 5 أفراد تتواصل بطريقة معينة مع الوحدات الأخرى. إذن هو قائم بكل قوته. إذا ما حصل، نعود إلى الفكرة المنطقية أو الفكرة العلمية، هو كان انهيار معنوي وليس انهيار بنيوي. الحزب لا يزال متمسك في الأرض، لا يزال قادر أن يتحرك في الجنوب بكل سهولة. حتى النقاط الأمامية، الحافة الأمامية، نتكلم هنا عن كركلة وعن يارون وعن العبيسي وعن مارون الراس، نحن نتكلم هنا عن الشريط الحدودي. لا يزال اليوم حتى اللحظة العدو الإسرائيلي غير قادر على التقدم سوى أمتار قليلة ليأخذ الصور، ثم يتراجع ويتكبد خسائر. حتى أن في اللحظات هذه الأخيرة قبل أن أدخل معكم على الهواء، كان هناك معلومات ربما صحيحة أو مخطئة، أن كان هناك دخول بري من قبل المقاومة عبر دخول أفراد معينين إلى داخل مستوطنة حدودية. إذن هذا الوضع اليوم في جنوب لبنان. على مستوى الهرم القيادي، حزب الله ربما سيرمم القيادة بطريقة أو بأخرى، ولكن على مستوى الميدان هو ثابت وترسانته جاهزة وقادرة حتى اللحظة على صد العدوان.